أرحب بكم سيداتي سادتي أينما كنتم إلى زاوية أخرى من زوايا برنامجكم القانوني الذي يأتيكم عبر شاشة التلفزيون الجزائري وبرنامج في ميزان القانون. لما للدولة من دور أساسي في تحقيق الديمقراطية التشاركية وجعل المواطن هو المحور والهدف في الممارسة الفعلية للسلطة من خلال المشاركة في الحياة السياسية واعتباره أساس التنمية ضمن نمط جديد من التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقيقية للمواطنة عبر ميكانيزمات تشمل تنفيذ سياسة عامة تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة وبناء جسور الثقة بين الإدارة والمواطن على آليات حوكمة فعالة ورشيدة. سيدور الحديث هذا المساء عن الإطار المفاهيمي للحوكمة ومبادئ الحكم الراشد وتوضيح العلاقة الحوكمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة حقيقية ومتوازنة مع إبراز الارتباط الوثيق بينهما وبين التنمية البشرية المنشودة، تنمية تضمن الانتقال بمؤسسات المجتمع المدني من إطار نمط الإدارة التقليدي إلى إطار نمط الإدارة العصرية. إثراء للموضوع أسعد باستضافة الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي هواري تغرسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا على تلبية دعوة البرنامج. كل الترحيب بالأستاذ مالك زكور. شكرا أستاذ عزدين ومرحبا بك أستاذ تغرسي. أهلا بكما. قبل الشروع في تفاصيل الموضوع لا بأس أن ندعوكم إلى متابعة هذا التقرير للزميلة أمينة عرجان ثم لنا عودة إلى بلاتو البرنامج. أو ما تعرف بالجوفرنانس هي مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعالة لإدارة المنظمات وتحقيق أهدافها. الحوكمة هي اتباع نظام معين للتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر على أداء المنظمات، مما يساعد على تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات لتحقيق الأهداف على المدى الطويل. العديد أيضاً من الأهداف التي يمكن تحقيقها في المنظمات عند تطبيق الحوكمة فيها، كوضع قوانين ومبادئ لإدارة المنظمات والمؤسسات والرقابة عليها، وكذا تحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة في المنظمات، والأهم توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية محكمة. إذن شكرا للزميلة أمينة عرجان على هذا التقرير. الحوكمة ومبادئ الحكم الراشد. أستاذ هواري، يعني أبدأ معك، في ظل التغيرات والتجاذبات في كل المناحي الاقتصادية السياسية الاجتماعية التي يعرفها العالم ككل وفي ظل توازنات وتغيرات اقتصادية كذلك يعرفها العالم، الجزائر ليست بمنأى عن كل هذا المتغير. الجزائر نهجت استراتيجية محكمة وعبر تشجيع على الدفع بالنمو الاقتصادي ودفع بعجلة التنمية، ولعل أحد أبرز هذه البوادر هذا المتغير أنها انتهجت منهج الذي يعتمد على الحكم الراشد وعناصر الحوكمة. نعم، لاحظنا أنه منذ تقريبا 2019 شفنا حركية في كل القطاعات. نبدأ من الحركية بالنسبة للمؤسسات، لأنه نحكي على الحوكمة
ضروري انه تكون هذه المؤسسات في المستوى المطلوب، ضروري انه تؤدي خدمتها، ضروري انه تلحق بالحضاره اللي موجوده في كل العالم. نظن انه اعتمد طبعا الدستور على قوانين مهمه جدا وعلى مؤسسات مهمه جدا، وبدا تفعيلها من خلال طبعا اشراك المواطن، وهذا مهم جدا. شفنا كان في كثير من الحالات كان المواطن مغيب، اليوم عندنا سلطات او مؤسسات مرتبطه بالشباب، مؤسسات مرتبطه بالمرصد الوطني لطبعا المجتمع المدني، لطبعا تحضير هذه القوه اللي موجوده في المجتمع والمشاركه في العمليه الحكم، لانه هذا المبدا الاساسي بالنسبه للحكومه، كيف يمكن ان يفعل دور المجتمع في عمليه الحكم بطريقه مباشره ولا بطريقه غير مباشره. شفنا طبعا كثير من المؤسسات حتى الدستوريه وحتى طبعا الاقتصاديه والاجتماعيه وحتى نواب البرلمان، شفنا انه تم تغيير الوجهات بالنسبه لهذه المؤسسه المهمه بالنسبه للجزائر، لانه هذه المؤسسه علاش مهمه؟ لانه راه هي اللي تشرع في هذه المرحله. وهنا شفنا التوازن اللي كان موجود سواء بالنسبه للشباب، النساء، الطلبه الجامعيين، المستوى كان تقريبا كانت هندسه مدروسة طبعا ومتعمدة هذه الهندسة، باش نعطوا فرصة خاصة بالنسبة للشباب في التموقع في كل جهات، ولكن لا يمكن الحديث على منظومة مؤسساتية دون الحديث على توفير مناخ مهم جدا بالنسبة للإستثمار. وهنا شفنا طبعا كل القوانين وكل التشريعات اللي صدرت عن هذا البرلمان واللي أعطت حلول مهمة بالنسبة ل الاقتصاد الوطني. لما نحكو على الاقتصاد الوطني لا يمكن طبعا الحديث على تنمية، حكي التنمية والنمو، لأنه نحكو على التنمية وترقية بالنسبة للمستوى المعيشي للمواطن وطبعا الكثير من المؤسسات، أما النمو فهي زيادة متوقعة بالنسبة للناتج الوطني. هنا ضروري أنه ما نقولش أنه وصلنا إلى 100% من الإصلاحات، ولكن نعمل طبعا على إصلاح وتطوير كل المنظومة. تقريبا وصلنا إلى منظومة مهمة جدا اليوم بين النقاط الموجودة في الجزائر هو قانون الاستثمار. كيف يمكن طبعا استقطاب، شفنا أنه تقريبا وصلنا إلى مستوى أكثر من 7300 تسجيل على المستثمر، وصلنا إلى مستوى خلينا نقول تقريبا 44 استثمار أجنبي، وهذا لم يكن ولا واحد تقريبا مسجل، ولولا طبعا تحسين هذه المنظومه والولوج كذلك. اليوم ما زلت العمل على حوكمه كثير من المؤسسات، خاصه لما نشوفوا الركن المهم جدا فيما يخص الحوكمه بالنسبه للقانون النقدي والمصرفي اللي يمكن ان يفعل باكثر حريه في المرحله القادمه ان شاء الله. من خلالكم انتقل الاستاذ مالك بين حتميه الانتقال الى تفعيل منهج الحوكمه وبوادر الاصلاح التي نلمس ثمارها، استخلصت من كلام الاستاذ انه ما من شك انه وراء كل نجاح برنامج للدوله والحكومات وراءه مؤسسات قوية، مؤسسات منتخبة تعبر حقيقة عن إرادة الشعب وتعبر عن صوته الذي لا بد أن يشرك في قادم الأيام. نعم، إذن أستاذ عز الدين أقول أنه قد من خلال السؤال يعني أنت نحيت بنا إلى منحاء أنه نتكلم عن الجانب السياسي والجانب السياسي في الجانب المتعلق بالمنظومة التشريعية والقانونية. نعم، التي تعمل على تفعيل هذه نعم هذا المشروع. هو كل شيء مرتبط بالجانب القانوني، لأنه القانون هو المظلة التي تغطي الجانب السياسي، المحور السياسي والمحور الاقتصادي. نعم، ما يخفاش نعم. الآن نتكلم تحت رقابة أستاذ وخبير اقتصادي، يقول أن الحوكمة لما نحب نوزع نقسمها على شطرين ولا محورين، قول أنه فيها الجانب الاقتصادي اللي يجي عنوان كبير تحته اللي هو التنمية المستدامة، تطوير المؤسسات، الرقابة وتسيير الحسنية للمؤسسات، الشفافية والوضوح، مراقبة الحسابات من أجل بلوغ مستوى اقتصادي جد متقدم، باش ما نقولش متطور، مستوى عالي من التقدم. بالضبط. لما نروح للجانب اللي سألتني فيه الأستاذ عز الدين، تكلم على محور مبدأ الفصل بين السلطات، ولما لهذا المبدأ من تعزيز حرية العمل في المؤسسات مثلا؟ سيبقى بظلاله ونتائجه على نعم نجاح هذا المشروع. راح يخلي مثلا الفصل بين السلطات مثلا، هذا المبدأ الهام الجد هام، يخلي مثلا هذه المؤسسات تعمل بارتياحية كبيرة، المؤسسات المنتخبة مثلا تعمل بارتياحية كبيرة، لأنه هي فعلا هي هيئات يعني مستقلة، ولكن تعرف بأنها تعمل تحت رقابة الهيئات الأخرى، يعني كلنا في إطار بلوغ هذا كل المسعى من أجل بلوغ نظام حوكمة
تكلمت عليها حتى في الفيتيار. خليني نقول مثال بسيط مثلا، حتى المؤسسات لما رجع للجانب الاقتصادي، المؤسسات الناشئه مثلا اصبحت تشترى في بعض العقود ولا في جل بالك بعض العقود انه لا بون غوفرنونس، يعني الحوكمه في بلوغ يعني مسعى هذه المؤسسه الاقتصاديه. شوف يعني وين تروح بين الحوكمه. شيء جميل انه مثلا قلت نوصل الى مثل هكذا مستويات ونبقى دائما تحت الاطار القانوني ولما له من اهميه، خاصه في التعديلات القانونيه مثلا تحت رقابه الاستاذ اللي راه خبير اقتصادي. اقول دائما لما للتطوير وتطوير النصوص القانونيه حتى تتماشى مع النظم القانونيه الجديده التي يفرضها علينا التطور الحاصل. الاستاذ اظن ان حان الوقت من ان المواطن في يوم من الايام كان يقوم بدور التظلم عبر الشكاوى عبر انه يلجا الى هذه القنوات، وهذا حد يعني الاقصى. الان اصبحنا نرى ان المواطن يقوم باشراك انه يشرك في العمليه ويؤخذ برايه فيها بمنظومه رقميه عبر تطبيقات رقميه الى اخره، أصبح يشرك في المشاريع ويؤخذ برأيه ويتابع مآل القضية إلى حتى الرقابة. نعم فقط هناك قلنا لأنه تنمية خاصة مرتبطة بقانون البلدية الولاية. نظن هذا القانون موجود على مستوى البرلمان سوف يناقش في المرحلة القادمة لأنه راح يعطي أكثر دور بالنسبة للمجتمع المدني. أنا شكرت المجتمع المدني لأنه المجتمع المدني هو ليس بالتنظيمات، لازم نعرف ونفهم ونأكد المجتمع المدني هو أنت سي مالك. نعم. وأنا والأستاذ جميل من خلال طبعا لأنه لاش اليوم علاش قد حكينا الحركية الرقمية، لأنه اليوم وسائل طبعا التواصل موجودة في كل مكان، لأنه ممكن أنا لا يمكن بحكم المنصب تاعي نكون في البلدية ونشارك في العمل، ولكن عبر طبعا تقنيات رقمية ممكن ننخرط في العملية ونعطي كل المقترحات اللي موجودة من خلال تخصصي أو حتى طبعا الملاحظات. حتى أنه اليوم قضية التشاور أصبح أكثر رقمي، لأنه المعلومة اللي موجودة في البلدية اليوم ما يسيرها ولا رأس بلدية ولكن لما تحطها في التواصل الاجتماعي توصل المعلومة وتعرف كل ما هو موجود على طبعا على الواقع. نظن أنه يجب العمل أكثر في المراحل القادمة على طبعا السيد رئيس الجمهورية وكذلك دائما على قضية الرقمنة. الهدف كيف يمكن تفعيل طبعا دور المجتمع المدني لإعطاء كل الملاحظات، لأنه بكل صراحة مستويات في بعض الحالات المجتمع المدني كبيرة جدا مقارنة مع المنتخب. أقول بكل صراحة منتخب يقبل أن يؤدي هذا الدور طبعا لأنه محبوب من طرف طبعا شعب وعنده شعبية، ولكن في بعض الحالات أنه كفاءات معزولة، ولكن كفاءات وإطارات في المجتمع يمكن أنه تؤدي دور مهم جدا من خلال إبراز التجربة وإبراز التخصص وإبراز الإمكانيات اللي موجودة عند طبعا هذا الأفراد اللي موجودين في كثير من البيئات. نظن تقريبا عندنا 1541 بلدية، على الأقل لما كاش في البلدية عندهم 100 إطار في كل البلديات، ويمكن طبعا المساهمة، ولكن المرحلة السابقة كانوا بعاد لأنه طريقة التعاون والطريقة التشاركية اللي كانت موجودة الطريقة طبعا كلاسيكية. اليوم انتقلنا إلى منظومة رقمية حقيقية ويمكن راح تكون الأثر تاعها إيجابي كبير حتى قضية الرقابة، لأنه ملك حكى على الشفافية وعلى قضية الرقابة وقضيه وبالتالي انه هنا المساءله هنا راح تكون طبعا المساءله وطبعا شفافيه وتكون كذلك مراقبه بالنسبه للمجتمع المدني عن طريق منظومه رقميه. لانه انا شفت باللي المشروع هذا في هذه المنطقه ما ينفعش في المنطقه، لا يمكن طبعا انه نروحوا البلديه كلنا ونجتمعوا، لا، من خلال منظومه رقميه ممكن توصل الى هذا المشكل الى اكبر هرم طبعا هرم السلطه. نلتقي بالمرحله القادمه ان شاء الله، خاصه بالنسبه لقانون البلديه الولايه اللي يعطي اثر كبير بالنسبه لي نحكوا على التنميه المحليه. لا يمكن الحديث جوهر نعم اساس نعم وحتى بالنسبه لقانون واحد اخر اللي هو باش نعطي الابداع ونعطي اكثر حريه قانون الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام. جيد، من خلال ابدا من حيث انتهيت قضيه الشراكه، استاذ مالك، عامل اساسي اخر يتمثل في خلق فضاء للتشاور حول الاليات والاجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن
كل الانضباط، الشفافية والعدالة، ودفع الشركات إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء واستغلال الموارد الطبيعية حق استغلال. نعم، هو باختصار بالمختصر المفيد أقول مباشرة أنه الحوكمة راح تحقق أو تقضي على الفساد الإداري، لأنه المؤسسات راح حتمية أمام حتمية العمل بوضوح، مراقبة الحسابات والشفافية والوضوح وما إلى ذلك، مراقبة الحسابات، مراقبة والرقابة وما إلى ذلك، كل هذا راح يعمل من أجل تحقيق حوكمة وحكم راشد. نعم، هذا هو المقصود منه. أنا دعني أعرج على واحد النقطة، احنا في قطاع العدالة مثلا أصبحنا يعني بصريح العبارة أصبحنا نعمل في ارتياح من الجانب الرقمنة. مثلا الأحكام التي كنا مثلا إنسان يتنقل من الجزائر العاصمة حتى المحكمة تنقلوا في أقصى الجنوب باش يجبد نسخة من الحكم، أصبحنا الآن ولا معلومة مثلا أصبح الآن مثلا مجرد يعني الحاسوب في الشباك الموحد في المحكمة تحصل على المعلومة تسحب حكم. ماهوش كل مثلا ما يخفالكش أنه مثلا كاين مجلس الدولة واحد وكاين محكمة عليا واحدة، فمثلا سكان الجنوب ولا الشرق ولا الغرب ماهوش لازم عليه، ماهوش حتمية أنه يتنقل مثلا حتى الجزائر العاصمة من أجل سحب حكم، وبالتالي في المجلس القضائي في دائرة الاختصاص تاعو اللي راه ساكن فيها يمكن له الإطالة على المحكومة، المعلومة، استخراج الأحكام والقرارات وما إلى ذلك. إذن تطور رهيب عرفناه في المرحلة هذه، الشيء اللي خليني نقول أثمن كل هذه الأعمال، وقلت هذا هو سمة من سمات الحوكمة والحكم الراشد. لعل السلطات العليا في البلاد أدركت أن على المؤسسات ضرورة الدفع بعملية التنمية عبر كامل التراب الوطني من خلال إسداء السيد رئيس الجمهورية لأوامره إلى السيد وسيط الجمهورية عن طريق المندوبين الولائيين للتكفل بكل ملفات الاقتصادية، ملفات الاستثمار، والتنسيق مع السادة الولاة يعني إزاحة كل أشكال البيروقراطية وتسهيل الأمور من أجل الاستثمار واعد عبر كامل التراب الوطني. نعم، فقط نعطيك ملاحظة عشتها تقريبا منذ يومين. أسرع استثمار في الجزائر، مواطن جزائري استثمر تقريبا في ولاية نعامة تقريبا 250 مليون دولار، استثمار كبير جدا بالنسبة لي، مبلغ رهيب يعني بالنسبة لي طبعا لومبالاج. ولكن شحال التوقيت، شحال حكم محط؟ طبعا كان التواصل، ولكن العملية بين طبعا المدير العام للوكالة الجزائرية لترك الاستثمار والمدير العام بالنسبة لإملاك الدولة والوالي خذت ساعتين وخذ القرار تاعه. منيح، علاش؟ لانه اعتمدنا على منصه رقميه ولحقنا الى طبعا منظومه رقميه حقيقيه وفعلنا هذه المنظومه الرقميه. انا واش نتمنى انه طبعا كل السلطات بصفه عامه من الجماعات المحليه الى اعلى هرم السلطه انه يجب استغلال هذه التطبيقات واستغلال المنصات الرقميه في المرحله القادمه، لانه راح تسهل بالنسبه لي البيروقراطيه اللي كانت موجوده في المراحل القادمه. نظن انا كاقتصادي فقط سي مالك هنا نشوف تعريف مهم جدا بالنسبه لي على اثار الحوكمه والحكم الراشد، الذي طبعا حسب كوفمان يقول هي مجموعه التقاليد والمؤسسات التي تمارسها خلال السلطه في بلد ما، وتتضمن عمليه العمليه من خلال يتم اختيار الحكام، العمليه قدره الحكام على اداره الموارد بكفاءه في صياغه، وهذه مسؤوليه طبعا الشعوب خاصه بالنسبه للجماعات المحليه. والنقطه الثالثه احترام المواطنين والدوله للمؤسسات التي تحكم تفاعلات الاقتصاديه والاجتماعيه. نقطه اخرى فقط انه تعريف اخر يقول الحوكمه دائما ما دام انه اقتصادي ندافع على الجانب هذا مرتبطه فعلا بالمؤسسات الاقتصاديه، مرتبطه بالمؤسسات الاقتصاديه، ولكنها هي مجموعه اجراءات التي من خلالها يميل عرض وطلب السلع العموميين لتحقيق توازن. معناتها انه اذا قدر نستغل قضيه الحوكمه في المنظومه الاقتصاديه راح نشوف الاثر تاعها بالنسبه للمواطن، وهذا اللي يهم المواطن. في كثير انه في كثير من الحالات انه المواطن في كثير من الحالات يقول لك نعم جميل العداله وجميل الامور الاخرى، ولكن ما يهمني هنا كيف يمكن ترقيه المستوى المعيشي بالنسبه للمواطن، وكيف يمكن انه القوت نتاعي يكون في المستوى. معناتها يجب استغلالها خاصه بالنسبه لي حكينا في البدايه على بالنسبه للقوانين والتشريعات،
اللي تعطي اليوم بطبعا حضور في بلاتو آخر مثلا شفت أنه شبان جزيريين ما عندهم ولا علاقة من خلال البيت تاعو تعملوا في إطار رقمنا تحصلوا على امتيازات الموجودة بالاستثمار وتحصلوا كذلك حتى بالنسبة للعقار وزواولة وهذا يعني هذا المبدا العداله الاجتماعيه في صورته هذا ما انت عدات هذا ما رقمنا حققت ان العداله الاجتماعيه دون بمعنى انه اذا توفرت بعض العناصر واجتمعت فاننا امام حوكمه سالمه اذا كان المواطن يشارك في اتخاذ وصنع القرار هناك عداله في تطبيق القانون شفافيه وحق المواطن للوصول الى المعلومه كما تحدث الاستاذ تساوي المواطنين امام القانون نكون حقيقه امام إدارة عصرية. نعم هذا هو المطلوب احنا قلنا نكون امام إدارة عصرية فعلا ينبغي اذا كان حبينا نكون رانا صدر ننطلق انطلاقة صحيحة ونكون امام إدارة عصرية التي نصب اليها فعلينا الاستثمار في مثلا تكوين العنصر البشري. العنصر البشري يعني عليه ان يتطور الانسان عليه ان يطمح اصحاب المؤسسات الناشئة مثلا عليهم ان يطوروا هكذا استاذ تيغرسي عليهم ان يطوروا ويعرف باللي انه يتحمل مسؤولية اذا احنا استاذ عز الدين لم نخطئ وكنا موفقين الى ابعد حد لما جعلنا الضيف تاعنا خبير اقتصادي الاستاذ تيغرسي على كل حال هذا هو ما نصب اليه لانه صراحة لأنه العمود الفقري للدولة وهو الاقتصاد ويعلوه دائما هو النصوص القانونية هي اللي تضمن سلاسة حرية وشفافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
من هو النصوص القانونيه؟ النصوص القانونيه هي اللي تضمن سلاسه حريه وشفافيه. نعم نعم، استماع للصوت المواطن وانشغالاته. نعم. هذا هو المطلوب. نعم تفضل استاذ عندك. المهم جدا لانه هناك امكانيات وطنيه اليوم، فقط لازم ندافع دائما من الجانب الاقتصادي. نعم. نستغل فقط 20% من الامكانيات الوطنيه، وهنا تحسين طبعا المناخ الاستثمار يعتمد على عده نقاط. الوضع السياسي ومدى الاستقرار، الحمد لله انه الجزائر باستقرار تام بكل صراحه. لا مشاكل سياسيه ولا طبعا مشاكل بالنسبه للمواطن. عندنا مشاكل اجتماعيه، كل العالم عنده مشاكل في خضم التغيرات اللي راهي في العالم. الموارد الطبيعيه والثروات اللي موجوده بالنسبه للجزائر والتي لم نستغل كل هذه الامكانيات. نقطه اخرى، الوضع الاقتصادي بكل ادواته الماليه والنقديه، وهنا الاصلاح طبعا جاري، عمل كبير ينذر من طرف الحكومه على اصلاح هذه المنظومه. ضروري انه نحسن مناخ الاستثمار، وهذا توقعات كل وهي الغايه التي تسعى اليها السلطات. لانه في كثير من الحالات كنا لما نشوف الانتقاد بالنسبه للمؤسسات الماليه في العالم، المنتقدين طبعا طبعا يغرد في الجانب هذا، ولكن لما تؤكد هذه المؤسسات الماليه وتدعم الجزائر اشكاليه وفرق. جيد استاذ، وهي الغايات التي تصبو اليها السلطات العليا في البلاد من اجل الوصول الى تنميه حقيقيه في البلاد. الاستاذ هواري تغرسي الخبير الاقتصادي، سعدنا كثيرا بحضوركم واثرائكم للموضوع، نلتقي في فرص قادمه بحول الله. اما انتم سيدتي سادتي فمتواصلون معكم ولكن بعد فاصل قصير. دلالات ومفاهيم لمصطلحات قانونية تجدونها حصريا مع الأستاذ مالك زكور ومصطلح ومفهوم. شكرا بارك الله فيك. أقول للمشاهد الكريم أنه اليوم اخترنا مصطلح لكي نذلل مفهومه، مصطلح بسيط على كل حال. المشاهد أو يسمع كثير عن العقود ولكن لا ما يقدرش في بعض الأحيان نقول ما يفرق بين العقود، إلا أن نقول العقود تختلف. عقود كثيرة، من بين هذه العقود اللي حبيت نتكلم عليهم هو عقد الإذعان. ما معنى عقد الإذعان؟ هو أنه مباشرة نفهم أنه شخص يعني يكون مدعن لطرف آخر، يعني شخص عنده مثلا يملك كل شروط وبنود العقد، والطرف الآخر للأسف شديد لا يملك إلا أن يوقع. نعطي مثال، مثلا قطاع، مثلا قطاع الخدمات، مثلا في قطاع النقل، النقل على يعني على أنواعه، مثلا النقل الجوي البحري البري وما إلى ذلك، قطاع مثلا الخدمات، الهاتف، الخطوط الهاتفية، الإنترنت وما إلى ذلك. هذا مثال، يعني هذه كلها في بعض الأحيان عقود العمل الفردية مثلا يكون أمام عقد الإذعان، لأنه الطرف الموجب يعني طرف مالك العقد هو اللي يملك مثلا يوضع بنود العقد، الطرف الآخر ما عليه إلا أن يوقع ويوافق على العقد كما هو. إلا أنه بالرغم من ذلك احنا ما نتخيلش مثلا أنه شخص مثلا مواطن يعدل في عقد مثلا مع شركة سونالغاز مثلا، غير مقبول، يخضع ما عليه إلا الخضوع. ولكن بالرغم من ذلك، أعطينا مثال بشركة سونالغاز والعقود كثيرة القطاعات اللي ذكرتهم، ولكن بالرغم من ذلك أنه القضاء قد يتدخل، مثلا في حالة ما إذا شاف، أولا نقول أنه كان شروط لازم يكون العقد موجود وصحيح، وإذا شاف مثلا أنه العقد هذا اللي بين الطرفين هو عقد يعني راح الطرف الآخر راح يكون ضعيف تماما، يعني هضمت حقوقه، هنا يمكن للقضاء أن يتدخل ويعدل ويرجع مثلا إلى الحال التي لا ترهق الطرف المذعن وما إلى ذلك. ونتمنى أن نكون وفقنا في تذليل بعض المفاهيم القانونية، وبارك الله فيك أستاذ عز الدين. شكرا كثيرا أستاذ مالك، نلقاك بحول الله الأسبوع المقبل. أما أنتم سيدتي سادتي فقد أتينا إلى نهاية أوراق هذا العدد، إلى أن ألقاكم الأسبوع المقبل، أطيب المنى وإلى اللقاء.